السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. دائما برنامج أرض السواد يبتعد عن المشاكل السياسية والمواضيع السياسية، ولكن إن جبرنا أن نختلف بهذه الحلقة وقد نبتعد بعض الشيء عن محاورنا الرئيسية كالأمن المائي والغذائي والزراعي وغيرها من هذه الأمور بسبب اليوم القصف الهمجي التركي اللي استشهد به عدد من المواطنين العراقيين أثناء تواجدهم في محافظة دهوكي. هذه الحلقة راح نوضح ونعطي صورة للأدوار السلبية اللي تقوم بها تركيا اللي مستمرة، إن كانت بتواجد عسكري غير رسمي وتواجد قواعد عسكرية وقصف مستمر على الأراضي العراقية، إضافة إلى الطامة الكبرى والعظمى هي موضوع حبس المياه. مثل ما نعرف أنه تقريبا العراق يحتاج حصص المائية 90% من تركيا، ويوم بعد يوم نشوف السوء والفقر المائي اللي قاعد يتزاد بسبب اليوم العنجهية العثمانية. نرجع على موضوع مهم جدا أيضا، اليوم أنه مستفيد من خراب قطاع الدواجن في العراق. راح نشاهد اليوم المنتجات التركية هي المسيطرة على السوق العراقي. من اليوم يفرح لما العراق ما يوصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الزراعة الاستراتيجية وخاصة الحنطة. اليوم نشاهد بالأسواق موجود الطحين التركي بكثافة. فللأسف اليوم أدوار اقتصادية سيئة مارستها الجار السيء تركيا، إلى ما وصلنا الحال إلى قتل الأبرياء. حملة مقاطعة كبيرة قام بها أبناء الشعب العراقي بمختلف التوجهات السياسية والدينية والمذهبية وحتى القومية بمختلف المحافظات من الشمال إلى الجنوب. ولاقت هذه الحملة حقيقة تفاعل شعبي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن للأسف هناك مقولة ومثل عربي يقول إنه ذاكرة العوام ثلاثة أيام. هل ممكن اليوم المواطن العراقي ينسى؟ ودائما معروف أن الذاكرة العراقية مع احترامي هي ذاكرة سمكية. اليوم وين دور الإعلام باليوم بتكثيف الجهود من أجل هذه المقاطعة بعد ما شاهدنا ردود فعل مخجلة من القنوات الرسمية العراقية ومن الجهات الرسمية العراقية ومن الرئاسات الثلاث. اليوم أعلى سلطة تشريعية في البلد مثل مجلس النواب رئيسها يكتب بتغريدة بدون ذكر اسم المعتدي، اليوم يعطي أهلية ويعطي اليوم حجج لتركيا لمزيد من القصف على الأراضي العراقية. إلا رد واحد كان ورد قاسي ورد قوي من مجموعة للأسف كل يوم نتهمهم اتهام وأشكال وألوان بكلام حقيقة سيء. اليوم الرد الحقيقي كان بصواريخ المقاومة. طبعا أحبة المشاهدين مثل ما قلنا ما خلنا نبتعد على هذه المواضيع، اليوم ندخل بصلب مواضيع برنامجنا وكيف اليوم نقدر نأثر على صانع القرار السياسي العراقي والتركي. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. طبعا نرحب بضيفنا بالاستوديو الدكتور علي هادي جودة مستشار غرفة تجارة بغداد. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. طبعا يعني الرحمة والخير
خلود لكل أرواح شهداء العراق وخاصة اللي استشهدوا بالاعتداء الغاشم التركي. حقيقة نحييكم على الموقف الرائع بغرفة تجارة بغداد اللي أعلنتوا المقاطعة. بالبداية أريد أعرف أنه كيف اتخذتوا هذا القرار؟ هل القرار اليوم راح يعني يجبر التجار أو هي شغلة أنه اختيارية؟ مثل ما احنا نعرف أنه كل رخص التجارة الرسمية هي مرتبطة بيكم، فأريد أن توضح لنا هذا الموضوع. نعم، ابتداء نرحب بحضرتك وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة الأيام، وأبدأ حديثي بتوجيه أحر التعازي إلى أسر الشهداء ومتضامنين حقيقة مع الجرحى، ونسأل الله لهم بالشفاء العاجل. واقعا غرفة تجارة بغداد بادرت إلى اتخاذ قرار سريع وفوري حقيقة، وتعاطت مع الحدث بعجالة من منطلق حقيقة منهجها الوطني بأنها أطلقت حملات مقاطعة البضائع التركية. وغرفة تجارة بغداد كما تعلمون هي الخيمة الرسمية لتجار بغداد، هذه الخيمة التي تضم حقيقة تحتها بحدود 500 ألف تاجر. فبالتالي قرار غرفة تجارة بغداد إنما هو نابع من قرار الأسرة التجارية، يعني هذا قرار هو الأسرة التجارية. اليوم هذا هل القرار هو دعوة إلى المواطن أم دعوة إلى التاجر؟ لا، واقعا هو للتاجر، يعني التاجر. احنا اليوم طبعا غرفة تجارة بغداد دعت الأسرة التجارية إلى اجتماع عاجل، كذلك دعت إلى وقفة احتجاجية للتجار بغداد أمام غرفة تجارة بغداد للتنديد بالاعتداء الآثم من قبل التجارة التركية. بالتالي قرار غرفة تجارة بغداد فيما لو ذهبت إلى قرار مقاطعة تامة للبضائع التركية والمنتجات التركية والواردات التركية، فيقينا هو هذا قرار التاجر العراقي سيكون ابتداء. يعني اليوم ماكو انه اليوم غرفة تجارة بغداد تستطيع انه تجبر اليوم التاجر على مقاطعة، انه قرار انه احنا غرفة تجارة بغداد ما راح نتعامل مع تركيا. لا، اكيد يقينا حقيقة القرار اللي تتخذه غرفة تجارة بغداد اكيد سيحترم من قبل التاجر البغدادي بامور ارادية. يعني التاجر هنا أنا طبعا احدد التاجر البغدادي باعتبار انه غرفة تجارة بغداد هي تعنى بشؤون التاجر العراقي وليس تجار العراق بصورة عامة، وذهبت حقيقة بعض الغرف التجارية لقرار مشابه لقرار غرفة تجارة بغداد. ديالة أتوقع قاموا به. نعم، ديالة وغيرها من المحاولات، لكن غرفة تجارة بغداد كانت هي السباقة في إعلان هذا. نعم، القرار. دكتور، احنا ايش قد تقريبا نستورد من تركيا؟ ايش قد يوصل العدد؟ شنو أكثر الأمور قاعد نستوردها من تركيا؟ طبعا حجم واردات العراق من تركيا في عام 2021 بلغ 10 مليار دولار. نعم. اغلب يعني الارقام تقول 20 مليار دولار تبادل التجاري. لا، الرقم الدقيق، العراق استورد في 2021 10 مليار دولار. كانت هذه يعني فاتوره الواردات اللي استوردها العراق عباره عن اغذيه، طبعا الطحين ياتي بالمرتبه الاولى، العراق استورد من ضمن هذا الالبسه والمنتجات الالبسه وغيرها، منتجات الانشائيه وغيرها، بناء وغيرها الغذائيه طبعا، وهذه المنتجات البناء وغيرها اللي تدخل في عمليات الانشاء والبناء من سيراميك وغيرها والى هذه الامور. نعم. فبالمجمل كما قلت لحضرتك انه 10 مليار دولار. المخجل في الامر حقيقه ما يخص الميزان التجاري بيننا وبين تركيا، العراق استورد ب 10 مليار دولار، صدر 1.4 مليار دولار. 1.4 منها 1.3 مليار دولار هي عباره عن منتجات خام ذهب، يعني هذا الذهب المستخدم يعاد صهره وكذا وعاته ثم يورد الى تركيا ليتم اعاده تصنيعه في تركيا ويصدر للعراق مجددا، يعني في عمليه تدوير. فبالتالي العمليه بالمطلق الميزان التجاري هو الكفه. نعم، لصالح تركيا. نعم. طبعا ننتقل الى ضيفنا عبر السكايب الدكتور ممتاز، عندك الاخوه بالكنترول بما انه لحد ما يجهز وراح نبدي حلقتنا. دكتور، يعني هل كان هذا القرار كرد على هذا الموضوع كقصف، ام كان اكو مثل يعني قبل بوادر، يعني موضوع مثلا قطع المياه او وجود قواعد عسكريه؟ يعني صح اليوم غرفه تجاره بغداد غير مختصه بموضوع السياسه بصراحه، ولكن هذا القرارات نابعه شعبيا حبا بالوطن يسوون هذه القرارات. يعني اليوم هو رد هذا الموضوع على فقط انه هذا القصف لو على مجمل الاعمال التركيه؟ طبعا غرفه تجاره بغداد لم يكن قرارها الاول، يعني احنا عقدنا عده اجتماعات سابقه قبل الاعتداء التركي. نعم. مع السفير التركي، وطلبنا منه كثير من الطلبات التي من شانها يعني لصالح العراق بصوره عامه حقيقه، وكان هنالك يعني زيارات متبادله مع السفاره التركيه.
يعني ضغطنا عليهم، لان تعرف انت اليوم افضل يعني وسيله ضغط بامكان الحكومه العراقيه بصوره عامه تستخدمه هي قضيه الميزان التجاري مع تركيا. يعني 10 مليار دولار كما اسلفت لحضرتك مو مبلغ هين يعني. صح. يعني العراق يمثل بحدود تقريبا يعني 5% من صادرات تركيا. نعم. تصدر للعراق يعني 5%، هذا رقم مهين يعني 10 مليار دولار يعني. فبالتالي احنا عقدنا عده لقاءات كانت فيس تو فيس مع السفير التركي. شنو كانت ردوده لما تطلبون طلبات خاصه لمصلحه العراق بصراحه؟ طبعا لا، الطلبات خلنا اكون يعني دقيق، كانت لصالح يعني مثلا ابتداء مع القضيه تضامننا مع قضيه قطع المياه وغيرها. ايه؟ والقضيه الاخرى كانت للاسره التجاريه بصوره عامه، كنا احنا نعاني من مشاكل مع ملف المياه. شنو كان ردت الرد؟ يعني هذا ملف سياسي سنناقش مع الحكومه التركيه. اها. نعدكم بتنفيذ هذا الامر يعني بما يخدم مصالح العراقيه، لكن واقع احنا ما وجدنا شيء ملموس. اضافه لكن احنا مو جهه حكوميه، مو جهه رسميه. صح. يعني جهه رسميه لكن ليست حكوميه، بالتالي احنا نقدم المستطاع، نرفع رساله. اليوم انتم جهه مو رسميه ولكن كانت رده فعلكم اقوى من الحكومه. بالضبط، هذا نابع من حقيقه رصيدنا بالشارع. انا اليوم راس مالي هو المواطن العراقي، فبالتالي هو اتحرك وفق مصالح المواطن العراقي. نعم، طبعا احبه المشاهدين بينما يجهز اليوم ضيفنا الاخر عبر السكايب، خلونا نشاهد هذا الفيديو حقيقه اللي اعتبره مهم. اليوم تركيا فقط تاثيرها مو فقط على الجانب العراقي، لا، اليوم ايضا عندنا جار متاثر من الاعمال التركيه وهي سوريا. يعني اليوم حتى ما اقول لكم انه جبنا تقرير عراقي يتحدث عن ازمه المياه، لا، جبنا لكم تقرير سوري يتحدث عن ازمه المياه. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. وما الفرات بمصطاع فمختطض، ولا بمستعبد بالعنف يقتسر. كم من معارك شن الفن غارتها على الفرات، ولكن كان ينتصر. أبيات من قصيدة محمد الجواهري التي سماها الفرات الطاغي ونظمها عام 1935. فهل سينتصر الفرات هذه المرة؟ كارثة بيئية وإنسانية تنتظر شمال شرق سوريا، سيصل أثرها التدميري إلى العراق. الحاكم التركي يبتلع مياه الفرات لتمسي بلاد ما بين النهرين، بلادا مقبلة على قحط وعطش. نهر الفرات سجين تركيا. أكثر من شهرين وتركيا تخنق شمال شرق سوريا وتمنعها من حقها في حصة نهر الفرات. انخفاض غير مسبوق لمياه النهر، انخفض مليماً حتى جف قاعه وظهرت أرضيته والشقوق التي تدل على أن المنطقة مقبلة على موجة جفاف وعطش. وكعادتها أنقرة متعنتة ومتجاهلة للاتفاقية المبرمة مع سوريا والعراق عام 1987 المنصوصة على ضخ مياه نهر الفرات إلى سوريا بكمية 500 متر مكعب في الثانية، وتحصل العراق على 60% من تلك الكمية. قامت تركيا وبطريقة ممنهجة على مدار أشهر وأيام بتقليص الكمية من 500 متر مكعب إلى 200 متر مكعب في الثانية، حتى كاد الفرات الفائض أن ينحسر بشكل كلي. هذا النهر الذي يعني الماء العذب يغذي آلاف لا بل ملايين السكان في المناطق المتاخمة له وحتى البعيدة عنه، كان جزءاً من طريق الحرير القديم وحدوداً مائية يفصل بين الممالك القديمة. شاهدنا هذا التقرير اليوم المؤلم اللي حقيقة اليوم يمثل يعني سوء الجيرة للأسف.
من تركي اليوم تأثير على المشكلة تلقى اليوم من العرب حتى من العراقيين دفاع مستميت على هذه الأعمال والأفعال. طبعا عبر الهاتف الدكتور نجم الغزي أستاذ كلية أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بيك دكتور. تسمعني دكتور؟ أسمعك واضح. أسمعك الله يخليك دكتور. هل تركيا تستخدم ملف المياه بشكل سياسي أم هي بصراحة محتاجة هذه الكميات من المياه؟ تصريحات دائما للجارة تركيا تقول أن العراق لم يستخدم مياهه بصورة صحيحة. السلام عليكم، تحيات لك ولمشاهديكم. وهذا الموضوع حقيقة من الموضوعات المهمة اللي للأسف كثير من الإعلام العراقي لا يسلط الضوء عليها كثيرا. نعم. تركيا تفعل الاثنين، تفعل انه هي اصلا في جوانب سياسيه في موضوع المياه وفي جوانب فنيه، وهذا الموضوع هو من خلال ملفات المفاوضات حول المياه من الستينات ولحد الان. الاتراك يرفضون رفض قاطع الاتفاق على وجود معيار نتفق عليه لتحديد حصه مائيه لكل من العراق وسوريا. نعم. ولذلك نحن لا يوجد لدينا اتفاقيه مع سوريا مع تركيا الا اتفاقيه تفاهم حول التنبؤ بالفيضان وقعت في العام 1946، صور من 46 لحد الان. دكتور والاتفاقيه بال 87؟ اتفاقيه ال 87 هي اتفاقيه متعلقه بدخول الاتراك الى الاراضي العراقيه، وايضا اتفاقيه متعلقه بموضوع اجراءات فنيه لبناء السدود، ان هم يعلمون ببناء السدود وبموضوع الحصص المائيه، فقط اجراءات فنية لا علاقة لها بالحصة المائية ولا لها علاقة بالاعتراف بحصة العراق باعتباره دولة متشابهة وفقا للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات هلسنكي واتفاقيات فيينا. والحديث عن انه هذا النظام فعل كذا وهذا النظام اجبر تركيا على فعل كذا، لا، بالتسعين الاتراك عندما ملأوا سد الاتورك توقفت المياه كليا عن العراق، بال 76 عندما ملأ السوريون سد الطبقة توقفت مياه الفرات كليا عن العراق. لذلك الحديث عن انه نظام سياسي وفق في الوصول الى اتفاق مع تركيا من ال 58 لحد الان هذا الكلام غير موجود. ولذلك الاتراك طبعا احنا صدقناهم بشكل كبير جدا في انشاء السدود وانشاء منشات لتنظيم الوضع المائي من 1908 ولحد الان في عمل بالعراق في هذا الموضوع. كان الموضوع هو بالاساس في درع الفيضانات اللي كانت تضرب بالعراق تحديدا بالخمسينات والستينات، لكنه الان الموضوع تغير بشكل كبير خلال انشغال العراق بالحروب من 75 ولحد الان. احنا عندنا كوكتيل من الحروب، انشغلت الدوله العراقيه بصراعات داخليه وانشغلت بانتاج ابطال وطنيين يقاتلون بعضهم البعض الاخر ويتنمرون على الدوله ويستحقون عليها دون ان يعرفوا مصالح العراق الخارجيه وخاصه فيما يتعلق باهم مصدر من مصادر حياه السكان في العراق منذ فجر التاريخ، البلد تعتمد على دجله والفرات. طبعا جاء النفط ليضيف طامه كبرى اخرى الى الوضع اللي اعتمدت الدوله العراقيه على استيراد كل حاجاتها من الخارج وخاصه من تركيا ومن ايران خاصه بعد 2003. وطبعا الاتراك والايرانيين في هذه الحاله يحاولوا الاستفاده من المياه لاجل انشاء زراعات وصناعات قريبه من الحدود العراقيه، وبعد ذلك تحول المنتجات والخدمات الى الاسواق العراقيه. طبعا الحكومه العراقيه اطلاقا وهذا الكلام انا مسؤول عنه، ما عدا المذكرات الكتابيه التي ترسلها، ما قالت الاتراك ولا الايرانيين على عينكم حاجب، وانه احنا شركاكم بالتاريخ، شركاكم بالارض، شركاكم بالدين، شركاكم بالانسانيه، شركاكم في التجاره. يعني احنا الان سنويا نعبر الى تركيا ويرفض الاقتصاد التركي ب 13.5 مليار دولار، ونرفض الاقتصاد الايراني ب 16 مليار دولار. طبعا هذا الموضوع لم يتم. يقدر العراق يستخدم هذه الورقه ضد تركيا؟ يستخدمها شعبيا او حكوميا؟ استاذ العزيز، نحن لا نريد انه مثل ما الان الحمله اللي يقودها البعض انه احنا نريد نحارب تركيا، نحن لا نريد حرب. احنا ما نتكلم عن حرب، اليوم احنا اليوم نعرف قدرات العراق، من الصعوبه اليوم الدخول بحرب كبيره ضد دولة ايضا كبيرة بصراحة. اليوم وغدا، وحتى من ليس بصالحنا ان نضر بمصالح التركية، ليس بمصالح الدولة التركية، دولة مهمة بالنسبة للعراق، لكنه من الممكن المفاوض الدبلوماسي يستخدم كل اوراقه هذه مثلا طبيعية
ومسموحة ومقبولة في القانون الدولي في الدبلوماسية. نحن لا نريد أن نؤزم العلاقات مع تركيا، ليس من مصلحتنا. تركيا عضو في الحلف الأطلسي، تركيا تمسك بأوراق مهمة في المنطقة، تركيا دولة قوية، في أوراق مشتركة من الممكن يتم التفاهم بها وإخراجها إلى الطاولة. موضوع حزب العمال الكردستاني الكردي، تدري أنت أطراف في الحكومة العراقية الآن تؤيد عمل حزب العمال الكردستاني في سنجار وفي المناطق المحيطة بتركيا، هذا أمر غير مقبول. يعني خلي يتفق مقدما، تركيا لم تضرب اساسا شمال العراق لان لديها خلاف مع الحكومه العراقيه ولديها خلاف مع اقليم كردستان. الخلاف نشا بسبب دخول حزب العمال الكردستاني والاتراك حساسون جدا من موضوع الوضع الكردي في جنوب شرق تركيا. لا يمكن ان نكون نحن عونا لهذه المجموعات اللي هي اصلا تعمل ضد تركيا انه يتم ايواها ومساعدتها في الاراضي العراقيه. اما اذا كانت الدوله العراقيه غير قادره على فعل ذلك يجب التفاهم. دكتور دكتور من يعني من بعد اذنك ب 2014 الدواعش الاجانب من وين دخلوا للعراق وسوريا؟ من اي منفذ؟ بال 2003 ولحد الان دواعش معروفه الطرق اللي دخلوا عن طريقها. يعني الاوروبيين خاصه دخلوا عبر منافذ تركيا، اذا تركيا تستخدم نفس الاوراق معانا. اسمح لي، انا اقول انه تركيا دوله والدول ليس جمعيات خيريه، الدول تستخدم كل اوراقها. انا اتكلم عن حزب العمال الكردستاني سبب المشكله، اما فيما يتعلق بموقف تركيا من داعش، هذا الموقف حقيقه فيه تفاصيل كثيره جدا، الاتراك نعم دعموا وسلحوا وكان التسليح في الجزء الاساسي هو في الاراضي السوريه طبعا. لكن انا الان اتكلم عن منظمه يعتبرها الاتراك منظمه ارهابيه. لذلك انا اعتقد ان الحكومه العراقيه عليها واجب ان تفيد التزاماتها، بالمقابل عليها ان تشعر الاتراك بشكل واضح جدا انه هناك مشكله، وانه احنا اصلا مو نستجد المياه من الاتراك بالقانون الدولي والقانون المحلي والانساني والاخلاقي. نعم دكتور اليوم تركيا ما معترفه بنهر دجله والفرات انه نهرين دوليين، ما معترفه بهذا الشيء. تركيا تعتبرهم نهرين يعني عابرين للحدود، مياه عابره للحدود، وهذا الكلام طرح ليس الان وانما طرح منذ فترات طويله، وفي فتره من الفترات الاتراك قالوا انتم لديكم النفط ونحن لدينا الماء، انتم تستخدمون النفط ونحن نستخدم الماء. لكن المشكله الان ما هو الرد العراقي؟ انا الان اتحدى اي طرف عراقي يقول لي هاي اجراءاتنا، ومو يقول لي اجراءات مخاطبات في وزاره الخارجيه وطلع بلانت وزير صرح، لا اجراءات عمليه فعليه. الاتراك يستلمون كميات كبيره من النفط العراقي من الانبوب المار عبر اراضيهم، سلموه الى اخوتنا واشقائنا الاكراد، والان في قضيه في المحكمه في تحكيم دولي حول عائديه الانبوب اللي هو الانبوب بني من الاموال العراقيه الخالصه. الاتراك تجاهلوا القرار المحكمه الاتحاديه العليا باعتبار قانون النفط والغاز في اقليم كردستان غير دستوري. الاتراك الان عموما لدينا قضايا فيما يتعلق بكركوك، في كركوك الاتراك لديهم في تجار وفي تلعفر، يعني الاتراك لديهم جاليه تركمانيه عراقيه هم يدعون انهم يقومون بحمايتها. هناك قضيه اخرى تتعلق بموضوع الصادرات العراقيه الكبيره جدا، واحنا الان نافذتنا الكبيره للخلاص من العائق. دكتور لضيق الوقت دكتور عندي سؤال اخير، رايك بقرار بعض الغرف التجاريه وعلى راسها غرفه تجاره بغداد بالدعوه لمقاطعه البضائع التركيه، هل ممكن هذه الورقه ايضا نستفيد منها؟ يعني هذا قرار انفعالي لحظوي حقيقه، انا متاكد انه ربما اسبوع او اسبوعين بعد ما تنتهي هاي الازمه ربما نفسهم دول اصحاب الغرف التجاريه راح يسافرون الى تركيا، ومستغرب من الرد بعض العراقيين. يعني احنا كانما احنا الان وكلاء لهذه الدوله ولتلك الدوله ومصلحه العراق تغرى بارض الحائط. للاسف انه لابد من اجراء حكومي، لابد من مفاوضات عراقيه جديه، لابد من زياره مسؤولين عراقيين يطلعون العراقيين بما يجري من المفاوضات. هذه المفاوضات ما نبيها. دزينا لهم رئيس وزراء بعد يعني شو نسوي؟ دكتور دزينا رئيس وزراء ودزينا وفد كبير، علاقاتنا التجاريه جيده مع تركيا. لم يقل لنا رئيس الوزراء عندما عاد من تركيا حول موضوع المياه، لم يقل لنا شيء في هذا الموضوع. لا هو ولا الذي خلفه ولا الذي قبله، وبالمناسبه اطلاع الشام الان يحتاجون حمله شعبيه، الحمله الشعبيه لا تاتي الا من خلال تعبئه حكوميه تساعدها، لابد ان يكون جهد حكومي مع الجهد الشعبي. ما الذي يفعله الجهد الشعبي الانسان العايش بالبصره ولا بالناصريه ولا بالحله ولا بالبوسط تجاه هذه القضيه كمواطن عادي؟
يعني ما الذي يفعله؟ ثم بالمناسبه لا نذهب بعيدا في الموضوع انه احنا الان نوجه الاتهام الى تركيا، يجب ان نتفاهم مع تركيا، يجب ان نجلس الى مفاوضات، نستخدم كل اوراقها، نستخدم حلفائنا، لابد ان يكون عنده حلفاء واصدقاء يؤثرون على الجانب التركي. يعني هذه كلها نعم دكتور من الاسواق العراقيه الضخمه. نعم دكتور، كل التحيه والشكر لك الدكتور نجم الغزي استاذ العلوم السياسيه على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. قبل ما اذهب الى الفيديو الاخر دكتور علي، دكتور يقول هذا قرار انفعالي وبعد اسبوع راح ينسي. لا ابدا حقيقه، يعني بالنسبه للسيد الغزي حاول اجابه انه قرار غرفه تجاره بغداد لم يكن قرارا لحظويا او قرارا مؤقتا او قرارا انفعاليا او على الاقل قرار يراد منه استلهام العبرات، لا ابدا، انما كان قرار حقيقي وقرار صحيح. وهذه الورقه على الحكومه العراقيه ان يعني ترسل على غرفه تجاره بغداد وعلى الغرف التجاريه بصوره عامه وتتفق معهم من اجل اعداد ملف والذهاب الى المفاوضات جديه، تشكيل وفد مفاوضات يضم هذه الغرف التجاريه وهذه المؤسسات التجاريه ويذهب ليفاوض تركيا من وهو من حقيقه من 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 ارض الصلبه، لان العراق يمتلك ادوات كثيره، ادوات ضاغطه على تركيا بامكانه ان يحقق ما يريد من خلالها اذا ما وظفت توظيفا صحيحا. حتى حزب العمال يعتبر ورقه عراقيه نقدر نستخدمها. يعني هسه حقيقه انا ما اريد ادخل بالجانب السياسي، لكن هنالك هذه الاوراق ممكن جميعها انه العراق بامكانه انه يستخدمها كورقه ضغط على تركيا من اجل تغيير سياساتها تجاه العراق ومنع التدخل بشؤونها الداخليه وانتهاك سيادته. نعم. طبعا احبت المشاهدين عندنا فيديو يوضح اليوم العلاقه المائيه بين العراق وتركيا، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. دكتور اليوم غرفه تجاره بغداد والغرف الاخرى، اليوم اي تاجر يمتلك راس اموال لماذا ما فكرتوا تصنعون ناب العراق؟ يعني اليوم مثلا عندنا قطاع الدواجن للاسف كثير عندنا تجار يستوردون من تركيا بهذا الموضوع، مع العلم احنا قطاع الدواجن عندنا موضوع مثلا البيض وصل 10% او لا او عفوا 10% يعني زياده 10%. ليش اليوم التجار ما يفكرون بالصناعه؟ شنو اليوم يحسون اكو ضغوط؟ يعني يوم من يوم من الايام صار اتهام حقيقي على بعض التجار، يعني في حكومه 2019 كانت حكومه السيد عادل عبد المهدي منع استيراد البيض المائده من تركيا. بعض التجار التقوا مع السفير التركي وحرضهم على تظاهره كبيره امام وزاره الزراعه وحتى كسروا بوقتها بيض بالشارع، نريد نعرف هذه التفاصيل. نعم، ابتداء انه التاجر هو يعني حقيقة القطاع التجاري يعني عمله هو سواء يصنع المصنع الداخلي يسوق التاجر العراقي او بامكانه انه يستورد من الخارج، عمل التحفيز دالة الانتاج، الانتاج الوطني هذا عمل المصنع. قضية انه اجل حضرتك انه البيض وغيره من المنتجات الغذائية او الدواجن وغيره بصورة عامة. طبعا بالنسبه كغرف تجاريه وكغرف اخص بالذكر غرفه تجاره بغداد، احنا لم نجلس مع السفير التركي السابق او يضغط علينا ابدا. انتم كبعض التجار هسه بعض التجار يعني ممكن واحد فردية. اثنين بصوره فرديه هذا حقيقه انا ما مسؤول عنه او ما عندي. نعم. يعني لكن
كقضية اقتصادية راح أتكلم بمنهج اقتصادي باعتبار متخصص في الاقتصاد. اتفضل. أنا اليوم حقيقة أوجه دعم لتحفيز المنتج المحلي، يعني هذا أنا من المنتج أربي وأصرف عليه، لكن بعدين أنا أريد أنه يكبر ويعتمد على نفسه. صح. خلاص ما يستنزف من مالية الدولة وميزانية الدولة. المنتج المحلي لاقى دعما كبيرا من الدولة. صح. حقيقة يعني خلينا نكون منصفين، كل الحكومات وفرت الدعم للمنتج المحلي. يعني على الاقل اليوم متفاوته. اكو بعض الناس يخابرون المشاريع دواجن وطنيه، يقول لك بعد 15 يوم راح نغلق المشاريع، فتحوا الاستيراد بدون جمارك حتى على بيض المائده على الدواجن. لا لا، القرارات الاخيره القرارات لا القرارات الاخيره شنو كان سببها؟ القرارات الاخيره انا اليوم عندي ارتفاع اسعار السوق المحليه بسبب تاثيرات خارجيه، ازمه اوكرانيا وروسيا. انا استورد مثلا ابو الدواجن يعاني من موضوع العلف، انا استورد لهم علف باسعار مدعومه لو افتح الاستيراد. لا اسمح لي استاذنا الكريم، انا اليوم من صارت عندي ازمه حقيقيه وازمه خانقه. صحيح. يدفع ثمنها منه المواطن البسيط محدود الدخل. ايه. هو بالتالي يعني انا اليوم كمصنع ابيع انا باللي يصرف لي، وكتاجر استورد واستورد غالي هم اللي بيصرف لي، لكن بالتالي اللي يدفع المواطن محدود الدخل. نعم. يعني بالتالي الازمه صارت، يعني اليوم حتى ارتفاع بما فيها ازمه اوكرانيا وروسيا، ارتفاع اسعار النفط هو بالنسبه للعراق يعني النفع والضرر في نفس الوقت، يعظم موارد الدوله باعتبار ان احنا دوله ريعيه فقط، لكن تكاليف الانتاج للبضائع اللي استوردها العراق ارتفعت بسبب النفط باعتبار مدخلات انتاج ونقل وغيره. شفنا صارت فجوه في السوق ما غطاها المنتج المحلي. يعني انا اليوم اللي قرارات المنع اللي اتخذتها الحكومه يعني وغيرها سابقا كان ممكن ان تحفز داله منتج يصير عند انتاج وطني يغطي لي حاجه السوق اثناء الازمات. مصر عنده ازمات، مصر عنده ازمه وقرار المنع موجود ما غطى لي المنتج المحلي، بالتالي غطى 110%. لا ابدا، بس انا بقول لك سعر صار الطبقه غالي بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف. مو انا بس لو تعطيني شوي الوقت. اتفضل. حضرتك اتفضل. يعني قضية أولا السوق ما غطى، وهذه النسب حقيقة أنا ما أحترف بها لأن هي ما لها أثر على الواقع. متى ما لمسها المواطن على الواقع حنكون حقيقية. نعم. أنت ما لك علاقة بالفلو تشارت اللي يعرض وكذا، هذا أنا أريد نسب حقيقية موجودة على ألمسها أنا بعيني، يعني ألمسها وأشاهدها وألمسها بإيدي. قبل أربعة أيام شفت بحق الدواجن أنا. هسه بحق الدواجن. نصور حلقة. لا أنا هنا ما شو اسمه. نعم. القضية خلينا نجيك إياها تباعا. نعم. ارتفعت سعر طبقة البيض إلى 7000 دينار. صح. بحجة شنو؟ بحجة طبعا أنا ما أتكلم ضد المنتج المحلي. نعم. احنا كلنا مع المنتج المحلي، ومتى ما كان هنالك قاعده انتاجيه قويه كلما كان البلد معافى وسليم ويمشي بالسكه الصحيحه. صحيح. وما كان عليه اي ضغوط خارجيه. نعم. متى ما كان انتاج حقيقي لكن مو وهمي. بالتالي صارت طبقه البيض بسبعه وسبعه ونص، من الدفاع ثمنها؟ المواطن محدود الدخل. انا اليوم المنتج المحلي من وفرت له اعلاف مدعوما بالضبط وطاقه مدعومة وعفيته من بعض الضرائب وغيره، المفروض تنعكس على اسعاره، تكون اسعاره يعني ايضا. ما وفرين دعم اليوم كحكومه؟ لا الحكومات حقيقه وفرت دعم، يعني مثلا هو العلف دي يستورده بسعر العالم، شنو الدعم مثلا؟ لا وفرت للحكومه بعض الدعم، يعني حقيقه على الاعلاف وفرت عليها دعم بعض الاسعار على الوقود، على تاجيل اقساط القروض اللي باخذينها، القروض الزراعيه وغيرها الامور. فبالتالي المنتج المحلي شفناه عاجز امام الازمه. هسه هذا مو انطيك شو اسمه، بس جاي اقول لك اعلل لك سبب فتح الحدود وغيرها، صارت فتح الاستيراد. بالتالي احنا غرفة تجارة بغداد رفعنا مقترحات يعني الى دولة رئيس الوزراء، الى مجلس النواب العراقي، يابا نحن امام ازمة حقيقية والازمة سيدفع ثمنها المواطن العراقي. يعني بالتالي انتم امام اما تكون يعني متمزمتين برايكم وانه اكو قرار منع وغيرها وكذا، اما ان يكون هنالك فتح للاستيراد خليه مدة محدودة الحين عبور الازمة وغيرها، ايا كان التصفير الجمركي يكون على السلع اللي تحتك بسلة المواطن، يعني السلع الأساسية. نعم. فبالتالي على هذا القرار صدر، على هذا المعطيات صدر قرار 72 لسنة 2021 صادر عن. نعم. مجلس الوزراء. طبعا أحب المشاهدين بحث زيارات برنامج أرض السواد إلى حقول الدواجن، بما أن اليوم أرض السواد رسميا يتبنى أيضا إعلاميا حملة مقاطعة البضائع التركية، وهذا أبسط شيء اليوم لأرواح نقدم لأرواح الشهداء ولكل العوائل اليوم مفجوعة بفقدان أبنائها. طبعا زرنا أحد الحقول الدواجن، واليوم حتى نوضح للمواطن ما هو الفرق اليوم بين مثلا البيض التركي والبيض العراقي. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. احنا اليوم قطاع الدواجن
قدم سلة غذائية للمواطن العراقي. يعني اليوم بالنسبة لبيض المائدة قبل يعني 5 سنين كنا نفتقد البيض الطازج، يعني كان موجود بس بكميات بسيطة، أغلبية البيض مستورد من أوكرانيا ومن تركيا. طبعاً أكو ملاحظة على البيض المستورد، ما بعد ما يخلص المدة مالته يتسوق للعراق، يعني البيض أصلاً هو مو جاي فريش، يعني جاي نازل بالأسواق. هو هذا صحياً ما يصير؟ ما يصير، 5 أيام ما نباع يتكرتن ويصدر، وإحنا مع الأسف بالعراق لا عندنا سيطرة مركزية على البضاعة تدخل، وهاي المشاكل قاعد تصير عندنا بالعراق، الأمراض السرطانات. وكيل وزارة الفني، العفو مو الفني، وكيل الزراعة بالزراعة وزارة الزراعة، وكيل وزير، وكيل وزير من هو؟ نذكر له من نذكر؟ والله يعني كان دكتور مهدي، مهدي ضمد؟ مهدي ضمد نعم، القيسي، مهدي ضمد القيسي. ايه نعم. دكتور مهدي ضمد القيسي تقرير يقول وزارة الصحة من منع البيض، من منع نعم. البيض نعم صارت قلت نسبة التلوث بالسرطانات البيض والدجاج المستورد، نعم انخفضت نسبة السرطانات عندنا بالعراق. يعني من خلال كلامك انه البيض المستورد هو مو صالح للاستهلاك البشري، نعم، وقاعد يسبب امراض حسب تصريحات وزارة الزراعة اليوم. وزارة الزراعة ما اخذت تصريحات من وزارة الصحة بالضبط. هي مقدمت لهم تقرير انه الدجاج المستورد والبيض المستورد كان سابقا يولد سرطانات عالية. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور، عن اليوم حتى المنتج المحلي غذائيا هو يكون أفضل، يعني بصراحة خاصة بالمواضيع الصحية. اليوم أشوفك ابتسامة من غرفة تجارة بغداد. لا أكيد دائما تستورد. لا بس أعرج على قضية مهمة يعني وحقق بها المسؤول عن كلمتي، إنه في أثناء قرارات المنع نعم اللي اتخذتها الحكومة سواء السابقة أو بداية الحكومة الحالية، يعني هل بالفعل إنه المنع طبق بكل حذافيره وكان المنتج المحلي فقط هو اللي يغطي السوق؟ أكو معابر ما شاء الله مفتوحة بدون علم الحكومة المركزية. هاي وحدة القضية الأهم، يعني هنا خلنا أعطيك العلة وأجيك الحل لها. يعني أنا اليوم أهم أداة تمتلك الحكومة العراقية كأداة، يعني كأداة اقتصادية، تمتلك الجمارك، يعني الجمرك. يعني أنا اليوم الجمرك، ترى الجمرك هو مو الحكومات تتعامل بالجمرك مو على أنه يعني باب للإيراد. يعني أستغرب حقيقة بعض المحللين وغيرها من يذهب لك يقول لك والله إذا الجمارك تحقق له 6 مليار 7 مليار، إخوان هذا مو صحيح. الجمرك لا، الجمرك هو أداة بيد الدولة. صح. متى ما كان هناك إغراق سلعي وتريد تحمي المنتج المحلي مو تمنع، ترفع حجم الجمرك على المنتج المستورد، تقنين الاستيراد. لا ارفع بالتالي انا هنا راح احط المن احط تنافسيه المحلي، لان المستورد راح يجينا اغلى من المحلي. اخلي مثلا المحلي مثلا ب 5000 بالضبط، هذا عليه ضريبه، راح يكون عليه ضريبه 6 الا ربع، افرض عليه ضريبه. القضيه الاخرى ايضا بيد الشسم، متى ما حس يعني صار هناك شحه بالمعروض المحلي وذهب المواطن الى حقيقة المواطن راح يدفع ثمنه، الحكومه بامكانها ان تخفف الاجراءات في الجمرك على مود تردم هذه الفجوه. المنع، قرارات المنع يعني ولدت منافذ غير رسميه. بالتالي انا ليش ما الحكومه العراقيه الزم كل الجمارك بيدي اني، وبالتالي ما اتخذ قرارات منع، اتعامل بالجمرك كاداه اقتصاديه، ارفع الجمرك متى ما حدثت هنالك ضروره دحم المنتج المحلي، واخفض اجراءات الجمرك متى ما. دكتور، كم تاجر ينتمي الى غرفه تجاره بغداد تقريبا كعدد؟ يعني كعدد وبصورة عامة من الهويات يمكن تقريبا 550 ألف، لكن انت 550 ألف تاجر مو كلهم تجار في اي بي بالاستيرادات، يعني خلينا نقول يعني انت تعرف مليون. احنا تعرف احنا من ضمنها الغرفة التجارة بغداد مثلا، المشروعات البسيطة وغيرها ولا ايضا الغرفة الشركات البسيطة ايضا ادفع لو ايش قد 50% 60%، لا حجم التفاعل كبير جدا كان مع حملة غرفة التجارة، ممكن
يعني كلش التفاعل كان قوي حقيقة، والتجار أرسلوا لنا حقيقة رسالات ترحيب ورسالات تضامن مع قرار وزارة التجارة. أيضاً أكو ورقة مهمة جداً نقدر نستخدمها، هي شركات السياحة أيضاً تابعة لكم وما تعتبروا وياكم مختلفين. لا قطاع السياحة أيضاً كانت عندهم وقفة حقيقة جميلة جداً، بعض الشركات وقفت رحلاتها إلى تركيا لمدة معين. لا أنت أستاذ حقيقة هذا كلها يعني خل بس أعرج على قضية أنت تعرف إنه الحكومة عندها صندوق دعم الصادرات. صندوق دعم الصادرات منين يمول؟ يمول من الاستيرادات، تخصم من إجازة الاستيراد نسبة معينة تطل الصادرات، هذا يذهب إلى دعم الصادرات. إحنا إذا شفنا حجم صندوق الصادرات يعني المفروض يوازي إيش قد صدرنا إحنا إيش قد، لكن مو أبقى أنا أدعم لا مكفي السوق المحلية ولا أنا مصدر وباقي أستنزف بمن أستنزف، أستنزف بالموازنة، وهذا حقيقة اقتصاديا خطأ. هذا الشيء أنا مو في سبيل أنه يكون عنده منتج ويكون كذا، لكن على سبيل ميزانية الدولة، أن أهو بميزانية الدولة يجب أن تكون الكفة متعادلة ما بين دعم المنتج المحلي ويلبي متطلبات السوق ومتطلبات اقتصاد الدولة، وما بين مالية الدولة تكون قوية وما تخضع لأي صدمات مستقبلية. نعم طبعا أحبة المشاهدين، هذا الفيديو مهم جدا، يعني أهم فيديو سيعرض اليوم بحلقتي في أرض السواد. ركزوا على الترجمة اليوم، يعني حقيقة لما مسؤولين بهذا الحجم كنائب البرلمان التركي أو رئيس الجمهورية التركية يتكلم بتلك الطريقة، اليوم احنا أمام وحش استيطاني استعماري، عيني عينك يقول لك أنا طامع ببعض المدن مالتك. فهذه الوقاحة للأسف حتى رد دبلوماسي ما قدرنا نسوي، الله يخلي الغرف التجارة والله يخلي الردود الفعل الشعبية فقط. شاهدوا هذا الفيديو وركزوا لي بالترجمة. تركيا Türkiye'den büyüktür. Bunu böyle bilelim. Yani biz 780 bin kilometre kareye hapsolamayız. Çünkü bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Musul'daki, Kerkük'teki, Haseke'deki, Halep'teki, Humus'taki, Mısrata'daki, Üsküp'teki, Kırım'daki, Kafkasya'daki kardeşlerimiz fiziki sınırlarımız dışında olabilir. Ama hepsi gönül sınırlarımızın içindedir, kalbimizin tam ortasındadır. Devlet ve millet tarihimizi 90 yılla sınırlandırmaya kalkanlara izin vermeyeceğiz. İlk öğretimden itibaren, ki bunu artık anaokulları diyoruz, itibaren ders kitaplarının bu çerçevede yeniden gözden geçirilmesi dahil milletimizi tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle buluşturacak her türlü adımı süratle atmalıyız. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak. ...81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. دكتور باقل من دقيقه، هل ستستمر غرفه تجاره بغداد مستمره بحمله المقاطعه الى شنو؟ شو تريدون؟ شنو طلباتكم من تركيا؟ اقولها بكلمه، سنبقى مستمرين بهذه الحملات حتى تحترم السياده العراقيه. النقاط اللي تعتبروها احترام للسياده، التدخلات الخارجيه، قضيه ملف المياه وشريان الحياه،
ويعني منع يعني الانتهاكات التركية. يعني الانتهاكات إضافة إلى التواجد العسكري التركي إضافة إلى ملف المياه. ملف المياه. نعم. كل التحية لك دكتور على كل هذه المعلومات، وتحية أيضا لكل أبطال غرفة تجارة بغداد وكل الغرف التجارية اللي شاركت حقيقة بهذه الحملة. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. ربي يخليك. الله يحفظك. طبعا أحبتي المشاهدين، يعني تعقيبا على آخر فيديو اللي عرضناه حقيقة المستفز جدا، اليوم استفزازي مو فقط أن ذكر بعض المدن السورية حتى وصلوا ليبيا، يعني هاي المصيبة العظمى. لو نرجع للتاريخ، الأتراك ما أحب واحترام لهم كشعب طبعا، وأيضا احترام التركمان العراقيين، ولكن أصولهم قبائل في أواسط آسيا. اليوم إحنا هم إذا نفتح دفاتر التاريخ هم هاي ملا أرضكم ولا أنتوا أصلين هنا ولا أشياء قبل لا أشياء لك 400 سنة 500 سنة. يوم ترى التاريخ تاريخ للعراق، خل تسمع كل دول الجوار التاريخ للعراق. إذا نرجع نفتح ملفات التاريخ، لا يعني بيا عهد بغداد كانت عاصمة العالم، لو الكوفة عاصمة اليوم الحضارة الإسلامية كلها، فكلكم كنتوا تابعين. فليريد يحاول اليوم يستفز العراق بالتاريخ اللي راجع نفسه، وينكم وين العراق؟ دحكي على كل الدول، خاصة كل الدول المجاورة كلها، حضارة العراقية أعظم وأرقى وأقدم حضارة حياة، حضارة تاريخ. من اليوم بأول قانون أول حرف في ملف التاريخ ضموه خلوه بغير أماكن. إلى أن تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. على الخير والبركة والصحة والعافية، الرحمة لكل أرواح شهداء العراق والجرحى. إلى اللقاء.